قمة الجولة 21 الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي تحت قيادة تحكيمية الحكم إبراهيم نور الدين. موقف الفريقين حتى الآن في جدول الترتيب العام: الزمالك في المركز الأول وجمع 41 نقطة من 19 مباراة، أما الإسماعيلي في المركز السادس عشر وجمع 18 نقطة من 19 مباراة. هناك مباريات لعبت في هذه الجولة، الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، ولعبت مباراتان: الجونة فيها تفوق على الاتحاد بهدف مقابل لا شيء، والمقصة تعادل سلبيا مع فاركو على استاد الكليات الحربية. تستكمل بقية مباريات هذه الجولة باليوم، ستقام الثلاث مباريات: مباراة جارية الآن هي مباراة غزل المحلة وطلع الجيش، وحتى الآن طلع الجيش متقدم بهدف مقابل لا شيء. أما الزمالك يصطدم مع الإسماعيلي استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت تقام مباراة سموحة وإنبي على استاد الإسكندرية. تستكمل بقية مباريات الجولة 21 بمواجهة فيوتشر وإيسترن يوم الأحد بمشيئة الله في الساعة 4، والمصري يحل ضيفا على بيراميدز في 6:30 على استاد برج العرب. يوم الاثنين تقام مباراة واحدة هي مباراة البنك الأهلي والسيراميكا على استاد بتروسبورت في 6:30 بتوقيت القاهرة، وهناك مباراة مؤجلة من هذا الأسبوع هي مباراة المقاولون والأهلي على استاد المقاولون العرب، والارتباط الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وضعية جدول الترتيب العام قبل انطلاق مباراة اليوم: الزمالك والإسماعيلي وجاء الترتيب كالتالي: الزمالك في صدارة الترتيب ب 41 نقطة من 19 مباراة، بيراميدز في المركز الثاني في الوصافة ب 40 نقطة من 20 مباراة، الأهلي في المركز الثالث من 16 مباراة جمع 37 نقطة، فيوتشر في المركز الرابع ب 35 نقطة، سموحة في المركز الخامس ب 34، البنك الأهلي في المركز السادس ب 29 ومتساويا مع فاركو وأيضا طلائع الجيش، وتقام مباراته الآن مع غزل المحلة. إنبي في المركز التاسع ب 25 نقطة ومتساويا مع غزل المحلة ومباراته الآن مع طلائع الجيش. سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر ب 24 نقطة، الاتحاد في المركز الثاني عشر ب 22 نقطة، الجونة في المركز الثالث عشر ب 21 نقطة، والمصري البورسعيدي في المركز الرابع عشر ب 20 نقطة، المقاول العرب يتساوى مع الإسماعيلي ولكل منهما 18 نقطة في المركز الخامس عشر والسادس عشر، مصر المقصة في المركز السابع عشر ب 14 نقطة، ويقبع أخيرا إيسترن في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.